إعادة رسكلة النفايات وحرقها لاستعمالها كطاقة لإنتاج الإسمنت حفاظاً على البيئة، موضوع ملتقى دولي لشركة الإسمنت للمتيجة التابعة للمجمع الصناعي للإسمنت جيكا بالتعاون مع جامعة البوليدة واحد. احنا بكري كنا المفهوم تاعنا قال النفاية الوغ هي النفايات ما لازم الكونسيبت هذا تبدل. مادام المادة تترسكل مادام تستعمل دونك ما تبقاش نفايات، المفهوم تاع النفايات كي نستعملوها ويبقى الباقي هذاك نقولوا بالنفايات. مادام دروك هي النفايات هذا ما راهي المفهوم كمادة أولية. حقق هدفين، الهدف الأول هو كما قلت حرق هذه النفايات، والهدف الثاني هو تقليص كمية الغاز الطبيعي المستعملة في صناعة الإسمنت، وبذلك تحقيق فائض يمكن تصديره للخارج. استعمال التكنولوجيات الحديثة في تحويل النفايات لمادة أولية في إنتاج الإسمنت للمساهمة في الاقتصاد الوطني هدف يمكن الوصول إليه إذا ما توفرت إرادة سياسية حسب بعض الخبراء المشاركين في الملتقى. تقنيا ليست علوما معقدة، فقط تعتمد على الإرادة السياسية، ولكن أقول أن الأمر يتعلق بالتوافق بين السعر المنخفض لطاقة الغاز وكيفية تحفيز منتجي الإسمنت للتوجه نحو استغلال هذه النفايات. اليوم التكنولوجيا متوفرة وناضجة، الجزائر بإمكانها الاستفادة من أفضل التقنيات المتطورة لتثمين هذه المواد. بين استغلال النفايات والحفاظ على البيئة يبقى موضوع رسكلتها رهان ينتظر التعميم على باقي القطاعات الصناعية الأخرى.